ازيكم؟ عاملين ايه النهارده في البرد ده؟ انا عن نفسي بتجمد. جاهزين؟ طب يلا نبدا على طول. فيلمنا النهارده احداثه في باريس، مدينه الجمال والعطور، وفيلمنا بيتكلم عن ماتيو اللي بيساعد اي حد محتاج مساعده، لكن هو نفسه عايز مساعده، والسبب بنته بتعاني من متلازمه نقص المناعه، وعلى طول قاعده في كبسوله زي الحضانه بالظبط، وبتحميها من اي تلوث، وبتكلم اصحابها اللي عندهم نفس المرض. وهو كان ساعتها بيقنع مراته ان هما لازم يتنقلوا لكندا، وده عشان البروتوكول الجديد اللي عايز يعالج بيه بنته، وان نفسه يحضن بنته. فمراته اعترضت وقالت له استنى شويه، احنا لسه مطلعينها من المستشفى قريب، انت عايز تصعب الموضوع عليها؟ فيسيبها ويروح ياخد دش. وفي نفس اللحظه اخبار مهمه على التلفزيون بتقول ان السويد والدنمارك انقطع الاتصال عنهم، وده بسبب ان في زلزال حصل في السويد والدنمارك، ولما كان بياخد شاور حصل زلزال فجاه قوي، وهنا خاف ونزل يشوف ايه اللي بيحصل، ولقى الناس كلها بتجري، ولما بص عرف ان هما بيجروا من ابخره سامه. وعلى طول طلع اخد مراته وهو مرعوب وقال لها ما تشميش الهوا في ابخره سامه، وهنا قرروا يسيبوا بنتهم في الكبسوله عشان ده اكتر مكان امن ليها، ووعدوها ان هما هيرجعوا ليها على طول. طلعوا على طول لاخر دور عند جارهم، ومن البلكونه عرفوا ان بسبب الزلزال ابخره طلعت من باطن الارض، وان الابخره كثافتها تقيله، وهم بامان دلوقتي. والام اطمنت على بنتها في اللاسلكي وهي قاعده في الكبسوله، وما عرفت ان الكبسوله قدامها 10 ساعات وهتفصل وهتبقى هنا في مشكله، وكان على راجل البيت يتصرف. وطلع فوق سطح البيت عشان يشوف هيتصرف ازاي، لقى باريس كلها الابخره السامه مكتسحاها وكل الاسطح يقدر يتحرك عليها بسهوله، ونزل وقال لمراته الابخره في كل حته، وهنا اتجرأ وراح فتح الباب ولمس الضباب، ورجع وقال لمراته لازم ننزل نغير البطاريات الكبسوله قبل ما الوقت ما ينتهي. ومراته تقول له عشان نروح لها لازم نحبس انفاسنا من 4 دقايق ل5 دقايق، وده مستحيل، ومحتاج كمان دقيقه تغيير البطارية. وهنا جات له فكرة قناع الاكسجين بتاع جاره اللي ساعده في اول الفيلم، والمشكلة ان هو في الشقة اللي تحتيه والابخرة مكتسحة المكان، وكتم انفاسه ونزل لشقة جاره وقعد يدور على انبوبة الاكسجين، وقرب نفسه يخلص ولقى انبوبة الاكسجين والقناع كمان، وراح يكمل بقية المهمة، ولقى كلب جاره بيجري وبيلعب عادي ولا كأن في اي حاجة، واستغرب بس كمل وراح لبنته وغير لها بطاريات الكبسولة وادها اكل وبطاريات لاسلكية احتياطية وسابها، وقال لك ياخد لفة كمان وينزل يشوف الشارع، ونزل الشارع وشاف كل اللي كانوا في الشارع اموات، واخد بطاريات من العربيات وسمع صوت وشاف ناس كتير لابسة اقنعة وجري عليهم، وحاول يفهم من واحد سبب الغاز، قال له معرفش، كل اللي عارفينه ان هو مش كيماوي وغير مصطنع وانه بيخرج من باطن الارض، وهنا اداله جهاز اكسجين تاني غير اللي معاه وقال له يلا بينا لازم نبقى مع بعض، يقول له امشي انت عشان انا لازم ارجع، قال له انت مدرك حجم الفوضى اللي احنا فيها؟ قال له اه بس مراتي وبنتي مستنيني، قال له انت حر. وقبل ما يمشي اخد قناع تاني لبنته بس، وده بسبب نقص الاقنعة، ورجع لمراته وقضوا اول يوم في شقة جارهم، وجوزها راح يقيس الضباب ورجع قال لمراته الضباب بيعلى ولسه بيخرج من باطن الارض وكل ساعة بيعلى كام سنتيمتر، وعرفوا ان هما مش هيقدروا يقعدوا هنا وقت طويل في المكان. وتاني يوم سمعوا رسالة رسمية من وزارة الداخلية وبيقولوا لهم الاجراءات المتبعة زي قفل الفتحات كويس، وان هما يوقفوا المكيفات الهواء واجهزة التهوية، وهنا مراته تقترح ان هما يروحوا بيت حد اسمه شارلوت لان بنته عنده نفس المرض اللي عند بنتهم، وخير كده بيته في مكان عالي وان بنتهم ممكن تشارك كبسولة بنته مع بعض، بس في مشكلة هنا هيخرجوا بنتهم ازاي؟ فاقترح جوزها يروح مختبر في وسط البلد، وهناك هيلاقوا بدلات محكمة تسمح للمريض بالتنقل في اي مكان، وراحوا يطمنوا على بنتهم قبل ما يروحوا، وهنا طلبت منهم يروحوا يطمنوا على صديقها اللي كانت بيتكلموا في اول الفيلم لانه كان لوحده وابوه مش موجود، وبعد ما زمزقوا شوية على اساس ان الاكسجين قليل قرروا ان هم يروحوا يساعدوه زي ما كان بيساعد كل الناس قبل ما تحصل الفوضى، ومشوا فترة وفجأة لقوا كلب مصعود، وهنا الجري نص الجدعانة وجريوا منه وجري وراهم مع التوتر
اخترقوا وهو مش شايف حاجة خالص وبيدور عليها، وفجأة يخبط ويقع في النهر، والطيار اخده الناحية التانية وهي مستخبية. كلب ابتدى يبعد، ولما خبطت وعملت صوت الكلب يرجع وهي تجري تستخبى جوه الاتوبيس، وهو دخل وجيه ينقض عليها الحظ يلعب، كسر الازاز وتهرب منه وتروح تشوف جوزها، وهو حاول ياخد اي لبس حد لاما هيموت من البرد. وهنا شاف الاسعاف واخد باله ان في واحد لابس بدلة مخصصة لمكافحة الفيروسات وميت، وسابه ومشي. وبعد شوية لقى مراته قريبة من المختبر، وراحوا جابوا البدلة مع بعض وجابوها، وهما ماشيين حصل انفجار طيارهم، النار مسكت فيه وهي طفت النار على طول، وللأسف خرطوم الأكسجين اتقطع، وفضلوا يبدلوا قناع الأكسجين مع بعض لحد ما وصلوا لشقة عالية وعالجته. وجايين يتحركوا عرفوا ان هما استخدموا أكسجين كتير ومش هيكفيهم مع بعض، وجوزها قرر انها تمشي لوحدها وهي ترفض ويقولها ما عندناش اختيار، فأقنعها في الآخر ان هو هيقدر يدبر نفسه ويحاول ينط من سطح لسطح، واتفقوا انها تستناه وراحت. وهو طلع على السطح واتحرك من سطح لسطح، ومراته خلص الأكسجين منها تحت بيتها وكتمت نفسها ولحقت تاخد نفسها. وهنا شافت الصدمة ان الشنطة من الانفجار بوظت البدلة، وهم ما خدوش بالهم من الضباب والضلمة. وجوزها وصل لنهاية الاسطح ولقى حبل واستغرب، وطلع الحبل لجراج، وهنا شاف دم واحد ميت وبدأ ياخد حذره. ولما دخل جوه الجراج شاف انبوبة اكسجين وسلاح، يا فرج الله، بس هو مسالم ما ياخدش السلاح، بس يشوف الراجل صاحب القناع مانتو فتح اكسجين القناع ويقول له سيب القناع، فيرد يقول له وتقتلني زي ما قتلت الراجل صاحب القناع الاصلي. ولما حس انه هيقتله بالسلاح وهجم على الراجل قبل ما يقتله، وطلع مانتو ذكي ووقع في الابخرة السامة. وبعد ما خلص مشي، ومراته بتكلم بنتها بتطمنها، وفجأة تسمع صوت وتتخض لما لقت بطارية الكبسولة 5%، وهنا كان القرار الصعب انها تضحي بنفسها وتنزل من غير قناع اكسجين، تغير البطاريات ومن غير تفكير راحت تنفذ تنقذ بنتها، وكتمت انفسها وامها تيجي وتغير البطارية، وكل ده وهي كتمة نفسها 3 دقايق، وودعتها وداعها على الاخير ومشيت واختفت. وجوزها رجع، الحق ماما مش لابسه قناع، وجوزها يتخض ويطلع بسرعة، وانا زعلت لما لقاها ماتت، ويزعل وبنته على اللاسلكي عايزة تعرف امها حصلت لها ايه، ومن صرخة تعرف ان هي امها ماتت وتزعل، واليوم كله يعدي في حزن. وتاني يوم هو بيبص على الخريطة يحصل زلزال والضباب بيعلى بسرعة، فقرر ما يستسلمش وقال لجاره خلي بالك منها، هروح اجيب بدلة مخصصة للفيروسات انا شفتها، وبعض الاصلاحات والتعديلات هتكون مناسبة لبنتي. وبعد ما مشي الابخرة زادت بسرعة، وهنا جاره ومراته يقرروا يودعوا بعض وادعهم الاخير ويناموا جنب بعض، وسابوا الضباب يخلص نهاية قصتهم. وهو اخد البدلة واخد موتوسيكل عشان ينجز، وبسرعة اتحرك وطلع واحد فجأة قدامه ويعمل حادثة يتخبط ويغمى عليه، وبنته بتحاول تتواصل معاه بس مفيش اي نتيجة، وسمعت صوت برا الأوضة وخافت وعرفت ان حد معاها في الشقة، وهو فاق بعد شوية وكمل طريقه، ومن الارتجاج اللي في دماغه وقع على الارض دايخ. وهنا شاف المفاجأة، بنته وصديقها بتجري عليه وحضنته، وافتكر نفسه بيتخيل، واما حضنها اتأكد ان هو ما بيتخيلش، وطلع ان الناس اللي عندها متلازمة نقص المناعة تقدر تعيش في الجو ده، وبالنسبة لهم مش تلوث، وهو ما عرفش ازاي، بس نقدر نقول ان الانسان ما اكتشفش كل قوانين قوة الطبيعة ويغمى عليه. وسبحان الله لما صحي لقى نفسه في كبسولة وتبدلت الادوار، وبقى هو اللي في كبسولة وبنته بقت منطلقة عايشة حياتها. والفيلم بيفهمك ان مهما زاد التقدم البشري والعلم والتكنولوجيا برضو بنفضل عاجزين عن التصدي لقوة الطبيعة. وهنا ينتهي فيلمنا، ويا رب الفيلم يكون عجبكم، اشترك وفعل الجرس، متنساش اللايك. محمد محسن، تهريز الأفلام.